أبدأ معك في ظل الحديث عن فتح 9 ممرات إنسانية آمنة من أجل مساعدة اللاجئين الأوكرانيين والراغبين بالمغادرة. هناك ربما تقدم للقوات الروسية وقصف متواصل ومكثف على بعض المدن، تطورات معك؟ نعم ميشا، بالفعل التطورات العسكرية مستمرة. دعيني أبدأ أولا بالخبر الذي ورد قبل قليل عن الإدارة العسكرية في مدينة ريفنا والتي تقع غربي مدينة كييف باتجاه مدينة الفيف. السلطات العسكرية تقول إن نحو 19 شخصا في قصف صاروخي استهدف برج التلفزيون في هذه المدينة. ما زالت التفاصيل حول هذه العملية لم ترد بشكل كامل، لكن الإدارة العسكرية وعمدة المدينة أكدوا أن عدد الضحايا وصل نتيجة هذه الغارة إلى 19 شخصا، والغارة كما ذكرت استهدفت برج التلفزيون. فيما يتعلق بالممرات الإنسانية، ذكرت السلطات مدينة إبراهيم، أعذرني على المقاطعة، نتابع أوكرانيا مباشرة على الهواء صور مباشرة ربما أحد الملاجئ أو مراكز الإيواء التي تستقبل اللاجئين الأوكرانيين. نشاهد صور المباشرة للعائلات وفئات صغار السن والأطفال الذين يغادرون أوكرانيا نتيجة العملية العسكرية التي تشن في الداخل الأوكراني. تفضل إبراهيم. نعم، كما كنت أتحدث عن الممرات الإنسانية الآمنة، نعم هناك حديث عن هذا الملف في عدد من المدن الأوكرانية، خاصة في المدن التي تقع شرق أوكرانيا والتي تحاصرها القوات الروسية، سواء في مدينة ماريوبول أو حتى في مدينة سومي، حسب ما أعلنته السلطات المحلية أنها اتفقت أو كان هناك اتفاق على ضرورة فتح مع الجانب الروسي حول تأمين ممرات لمن يريد الخروج من هذه المدينة، مع إعطاء الأولوية القصوى للنساء والأطفال وكبار السن. في أكييف ما زال الحديث عن ما خلفته العملية العسكرية يوم أمس. هناك تضارب في عدد القتلى. السلطات تقول إن شخصان قتلا في العملية العسكرية، بينما تتحدث بعض المصادر غير الرسمية في أوكرانيا عن أن عدد القتلى ربما يتجاوز ذلك بكثير. في المناطق الغربية ما زالت هادئة إلى حد كبير، رغم دوي صفارات الإنذار ليلة أمس. في الجانب السياسي أيضا ميشا، ما زال الحديث يطغى عن موضوع المفاوضات التي يجريها الوفدان الروسي والأوكراني بشأن العملية السياسية. تحدث الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن تقدم وصف بالجيد حسب ما أبلغه المفاوضون في هذه العملية، لكنه لم يعطي تفاصيل أكثر، في حين تحدث مستشاره أيضا عن أن إنهاء العملية العسكرية الروسية عن طريق المفاوضات ربما يكون أحد السيناريوهات المطروحة، وقد يؤدي إلى إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن. لكن في حال فشل هذا السيناريو، فإن السيناريو الآخر هو استمرار المعارك ربما إلى شهر مايو المقبل، وربط ذلك بانتهاء الذخيرة وانتهاء الوسائل التي رصدها الكريملين للعملية العسكرية الجارية في أوكرانيا. نعم.